اهلا، ازيك يا عز الردان؟ ليلتك زي الفل يا مات. ايه ده، انت عندك زباين؟ لا زباين مين؟ خش خش خش. ده الاستاذ فاروق، زميل محامي برضه بس من البشوات بتوع مصر، الاخت قوت القلوب عز الرجال، ست كريمه وصديقه وزبونه، زبونه كبيره قوي عندي. اهلا. كانت متهمه بجريمه قتل. قتل؟ قتل مين؟ جوزها، بس انا طلعتها براءه. خش عز، خش على اوضه النوم. ولما هي قضيتها خلصت جاي هنا تعمل ايه دلوقتي؟ جايبه بقيه الاتعاب. خدت كام؟ زي ما انت شايف، كيلو كباب وكفته وازازه منقوع. ترفض 2000 جنيه وتقبل كيلو كباب وكفته وازازه منقوع؟ انا حر يا اخي. الكفته يا مات. خدت القضيه؟ ايوه. الفلوس؟ ايوه. اتكل انت على الله. لو الاستاذ الكبير وافق اهلا وسهلا، وما تنساش تجيب معاك ازازه ويسكي من المغشوش بتاعك ده. طب اذا الاستاذ ما وافقش؟ محامين الباطل ما فيش اكتر منهم. يا مات. ولا فتحي، انت هتاكله في اوضه النوم؟ في شبوره بالليل. اتكل على الله عشان تعرف تشوف قدامك. ما تخافش عليا، انا هشوف قدامي كويس. بس المهم انت يا بطل، بعد ما تاكل كيلو الكباب والكفته وتشرب ازازه المنقوع، مش هتعرف حتى تشوف تحت رجليك. انا عمري ما ببص تحت رجليا، انا ببص دايما لفوق. فوق. سلمني على الاستاذ الكبير. يوصل. الكفته جاي لك يا عز، جاي لك يا وحش. تقوم على عادات وتقاليد حميمة ولها. من فضلك، من فضلك اتكلم في صلب الموضوع. هو في ايه؟ قاضي احكام جديد، وزي ما انت شايف محدش فينا عارف يتكلم قدامه. الحقيقة يا سيادة الرئيس هو انه لا توجد قضية، فالتهمة التي نحن بصددها هي أن هذا الرجل حاول تقبيل هذه الفتاة في الشارع، أي في الطريق العام، وهذا ما حدث فعلا. فهذا الرجل هو خال هذه الفتاة، خالها يعني أخو أمها، وكان معار في السعودية لأنه مدرس حساب. بنت أخته دي ما شافتوش مدة الإعارة 4 سنين، فلما شافها وشافته العواطف العائلية الجياشة خلاها تجري ناحيته. انت يا خالي، وحشني يا خالي، عامله ايه يا بنت اختي؟ والله كبرت وبقيت عروسة. وبسها على خدها لهفة الابنة لوالدها وشوق الاب لبنته. وادي يا سيادة الرئيس شهادة ادارية من الجهات المعنية تثبت ان موكلي هو خال هذه الفتاة، وهذه شهادة رسمية ايضا تثبت انه قابلها تاني يوم وصوله للبلاد. وعليه يا سيادة الرئيس ألتمس من عدالتكم الحكم بالبراءة من التهمة المنسوبة إليهما، وهي ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام. غرامة 500 جنيه. 500 جنيه؟ لكنه خالها يا سيادة الرئيس. قبلها أم لم يقبلها؟ قبلها، لكنه خالها. ولكن الناس الذين شاهدوا الواقعة في الشارع من أين لهم أن يعرفوا أنه خالها؟ الناس شاهدوا رجلا يقبل امرأة في الطريق العام، فعل فاضح. القضية التالية. يا استاذ، يا استاذ القاضي جديد قوي وانا خايفه. قضيتك نمره 36 لسه بدري عليها، وانا وعدتك بالبراءه هجيبها لك. يعني هجيبها لك؟ لا لا، استنى استنى اقول اي حاجه.
وانا لو اترفعت عنك هتاخدي اقصى عقوبه. انا خارج شويه وجاي. لا يا استاذ. شاي؟ ما شوفش الاستاذ علي الزناتي في الجنان. ايوه شاي. ليمون حاجه ساعه. شاي. ازيك يا علي؟ أهلا فتح. أنت عندك قضية هنا؟ لا. أمال قاعد بتعمل إيه؟ أستمع إلى المرافعات. طب تعالى علي. فين؟ تعالى. أنا أدافع عن عاهرة؟ يا سيدي دي مش عاهرة، وبعدين التهمة لم تثبت. ولو ويفرض إنها عاهرة، تفرق إيه عن تجار المخدرات وقتلين القطر والحرامية اللي أنت بتدافع عنهم؟ وأنت ما تدافعش عنها ليه؟ شكلي مش هيعجب القاضي، القاضي لما هيشوفك هيستريح لك وهيسمعك، اسمع أنا نظرتي ما تخيبش. خلاص. لاجل الصداقه بس والعيش الملح اللي بينا، اديني فكره عن القضيه بسرعه. شوف يا سيدي البنت قفشوها مع الشاهد في السرير. ايه؟ طب بتعمل ايه؟ يلا من هنا. ها؟ هقول لك انا. تعال. يا ايها الذين